بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الكرام، وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة شهر رمضان المعظم. النهاردة معانا إطلالة جديدة وفي برنامج جديد وهو بيت المصريين. بيت المصريين لكل المصريين، بيحتوي على كل مشكلات المصريين، كل القضايا المصريين وكل الأفكار، وبنرحب بكل أي فكرة، أي اجتماع، أي مشكلة بنبحثها ومع حضراتكم إن شاء الله ومتابعينا على مدار الحلقات. طبعا بنعزي أسر الضحايا وشهداء الوطن، وتبا لكل أيدي تعبث بأمن وأمان الوطن. النهاردة زي ما وعدنا حضراتكم طبعا من حلقة في برنامج هي دي مصر، نكمل باقي موضوع الخصومات الثأرية. النهاردة طبعا عندنا مداخلات كتير كانت، طبعا وقت البرنامج لا يسمح، بنوعدكم في حلقات أخرى إن شاء الله مقبلة نتواصل معاكم في الاستغاثات، في المشكلات، في القضايا بإذن الله، وهنتابع مع حضراتكم وهنتواصل مع المسؤولين وبإذن الله هنجيب لكم الردود الصائبة. النهاردة بنرحب بضيوف الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أستاذ محمود جاد سليم، أهلا بك، عضو المجلس السابق وصاحب شركة النيل للمقاولات العامة، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ صبحي سرور، علم من علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بحضراتكم. ونكمل باقي الأسئلة عن الثأر والخصومات الثأرية، ونقول بالنسبة للجنة المصالحات ولجان المصالحات، وحضرتك طبعا عضو في لجان المصالحات بالنسبة لقرية حضرتك، النهاردة هل الأشخاص بيستمعوا للجان المصالحات وهي بتؤدي دورها فعلا، وبيقبلوا العائلات والأفراد اللي واقعين في الخصومات الثأرية بأنصاف الحلول، ومثلا بالتقديم الكفن، بالدفع المقدار من الدية يتفق عليه في لجنة المتصالحات، هل في استجابة أم لا؟ تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للشعب المصري، وتحية للسيد الرئيس، وتحية للجيش، وتحية للشرطة وأم الشهيد. نرجع للسؤال بتاع حضرتك، بالنسبة للجنة المصالحات هي اللجنة الوحيدة اللي هي بتحل موضوع القضايا بتاعة الطار. هقول لك الطار عشان أوصل المعلومة عندي للناس اللي هي خدت الفكرة على هذا الوضع. تمام. اللي بالنسبة بتكون على مستوى كل محافظة بتبقى فيها لجنة موسعة من بعض عمد ومن بعض مشايخ، وبيتجهوا لصاحب الموضوع وبيتم موضوع الصلح، مقابل تكون في رضوة من الإنسان نفسه أنه هو مقتنع يسامح عشان يقبل الثواب. تمام تمام. وبيقبل موضوع الكفن. فهي اللجنة الوحيدة اللي هي ماشية في الصعيد حاليا في أي محافظة في الصعيد، هي اللي بتوصل الرؤية لصاحب الشيء، وسيط بين وصيت العائلتين الطرفين، وناجحة جدا، وفي استجابات وفي النهاردة. نعم نعم يا فندم. نعم. تمام. نجاح فوق ما تتصوري. طيب بالنسبة للريف ولا المدينة، حضرتك عارفين ان احنا موضوع الطار على فكرة مش مقتصر يا جماعة على الصعيد، ده كان الاول في المثلث اللي هي قنا واسيوط وسوهاج، لكن النهاردة كان بينحصر، النهاردة في كل مكان على فكرة الخصومات الثأرية وبتقوم على حاجات كتير. هل الاستجابة حضرتك بالنسبة للمدن ووجه بحري والدلتا بتكون اكتر في لجان المصالحات؟ يعني بينقضوا عن لجان المصالحات، بيرضخوا لان هم لانصاف الحلول وان هم يتصالحوا بسرعه، في استجابه، لكن وفي الريف اكتر ولا في المدينه اكتر؟ لا، هي الاستجابه بتبقى بسرعه وبيتم الصلح هو في المدن، في المدن عايزين في الارياف ويخلصوا لكن في الصعيد لا، يقول لك هيعايرونا. اما في الارياف صعبه شويه، بنروح مره واثنين وثلاثه وشهر، وممكن توصل لسنه، محاولات كثيره توصل لسنه، بتاخد وقت، واهل الدين معانا وفضيله الشيخ يعلم بهذا، كذا جهه بتبقى اللجنه مشكله من مدرسين، من اهل الدين، من مشايخ، من عمد طبعا، وبنروح ممكن نمشي سنه
سنة ونص، ثلاث سنين، وممكن شهر، وممكن في النهاية ممكن ما يستجبش برضه. وممكن وممكن يقول لك لا برضه. اما المدن صراحة يعني بتبقى في فيها استجابة شوية، في لين شوية، يعني عايزين يخلصوا التقاليد والعادات بتاعت القرى حتى الآن متمسكين بهذا. لأن حضرتك برضو في حاجة، إن معظم اللي قاعدين في المدن وعليهم التار بيكونوا مثلا قاعدين يعني جايين برضو من الأرياف معظمهم أو من الصعيد وقاعدين في المدينة. المدينة واسعة وكبيرة، ما فيش زي الأرياف اللي عارفين بعضهم وجنبوا بعضهم، لا ده هيعيرني، لا ده هيقول لي لا، فبتختلف برضو. يعني حتى الأطفال وهم في البلد يقول لك لا لا لا، إزاي ده قابلني وعيرني، لكن في المدينة لا، عايزين يخلصوا. معظم الناس بتكون غريبة، مستأجرين مثلا مكان ما حدش يعرفهم، عايزين يخلصوا، بيشوفوا أحوالهم والأعمال بتاعتهم. أحسنت يا أستاذ محمود. بالنسبة لفضيلة الشيخ حضرتك، بالنسبة عايزين نعرف ما هو القصاص وما هي شروطه، ومن من يعني، وعلى من يجوز يعني، ناخده من مين، ومين اللي ينفذ القصاص؟ تفضل حضرتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق عليه وسيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لمنهج بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه القضية التي أشرت إليها حضرتك، هذه قضية متوارثة. فعلا قضية متوارثة، وقضية من قبائل عصبية، من القبائل، من بدري، ومن أزل الأزل، وهذه أمور مقيتة، عدو للتنمية والتطوير، يبغضها الإسلام، العدو الأول، وقد بغضها أول ولدين لآدم. أيوة، عندما حسنت. قتل قابيل هابيل وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك الأقل، إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. حاجة غريبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآدمي بصفة عامة، هذا لفظ شامل، الآدمي بنيان الرب، ملعون من هدمه، ملعون من هدمه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا، الذمي المستأمن الذي هو غير مسلم، فأنا خصيم يوم القيامة ولن يشم رائحة الجنة. صحيح، سبحان الله. هي العادات والتقاليد بتفرض حضرتك، العادات والتقاليد للأسف ما حدش بيبص على الشرعية، عادات الجاهلية، حتى لو كانت ناس على درجة كافية من التعليم للأسف، يعني برضو على درجة كبيرة من التعليم، ولكن يغذوا بفكر ضال، بفكر عادات وتقاليد، عادات مقيتة، ومتورفة. كيف نرفع هذه العادات على ما أمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله؟ تمام، ونعم بالله. حق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع إليه وأداء إليه بإحسان. تمام، أحسن. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل دي كارثة، بيتحول الإنسان من آخذ للصقر لعابس في الأرض. صحيح، جزاء أن يقام عليه حد الحرابة من الدولة. فكر بيتشتت، لابد تفيق الناس لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عموه حمزة في غزوة أحد قال والله لأقتلن النبي 70، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحشي الذي قتل حمزة هو الذي قتل مسيلمة الكذاب. صحيح صحيح، أحسنت فضلت. حربة قتلت سيد شهداء الجنة كانت سبب في قتل هذا المدعي النبوة الظالم الفاسد مسيلمة الكذاب. لماذا لا نعفو؟ لماذا لا نترك للدولة أن تأخذ حق المقتول؟ مشكلة لا، لماذا نجعل من أنفسنا قضاة ومنفذين لهذا الأمر؟ بالضبط، هذه كارثة، ونحكم وننفذ. ما ده حضرتك برضو يدفعني للسؤال الثاني. اتفضل. إنه بنقول لو واحد شخص أجبروه أسرته وعيلته قالوا له لازم تاخد بالطرنة، لازم تجيب اللي قتل، لازم تقتله، طيب ده حكمه ايه؟ هو اجبر وقتل بالفعل، حكم يعني حكم المكره، مش عارف يعمل ايه، هو بين نارين. لا عقوبة على المكره، والعقوبة تكون على من اقرأ، على من اقرأه، وعلى المكر ايها المكره او ايها المغذى بهذه الافكار المريضة، عليك ان تنأى بنفسك من هذا الضلال، وتحاول ان تتملص من هذه الافكار، حتى ولو
ولو حرضوك ولو غزوا أفكارك، عليك أن تتصرف بشخصيتك، تتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. المفروض ما يتحول من بيتحول من اخذ للسار الى عابس في الارض ومفسد في الارض. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا من الارض، كيف يتحول من اخذ للسار الى ان يعبس؟ ولقد رايت امور كثيره في بلادنا ان الذي ياخذ بالسار لا ياخذ من فرد، بل يهجر وبل ويحرق. ما هذا عائلات حضرتك؟ ما هذا التهجير وما هذا؟ ما هذه الامور التي لا يقبلها الاسلام؟ نعم. هل الاسلام امرنا بهذا؟ لا 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 طبعا طبعا. الانسان هذه امور الاسلام حدد القصاص في القتل العمد ان يقتل القاتل طبعا. وفي القتل الخطا ان تدفع الديه سواء ديه مغلظه 25 من الابل، نعم 25 بنت مخاض، و25 نعم. بنت لابون، و25 حقه، و25 جزع. هذه الدية المغلظة لقتل العمد إذا عفى أهل المقتول. وده بيرتبط بالدافع حضرتك؟ يعني في دافع بيخليه يروح يقتل أو يقتنع إن ده لا ده مثلا قتل بسبب كذا. ففي دافع بيكون قوي وفي دافع بيكون خفيف. دفوع قوية ملوش لازمة من أهل القتيل. لا أنت لا تستطيع أن تمشي أمام الناس. تمام. ويغذوا هذه الفكرة الضالة عنده. نعم. ويكون نعم. تحت ضغط رهيب. ضغط فعلا من العائلة طبعا الأسرة. وفي هذا نرجع إلى شيء أخطر من القتل نفسه. ألا وهو الفتنة. تمام. والفتنة أشد من القتل. هنشوف وكل من يشارك في الضغط على هذا الرجل. فهو مذنب. فهو ضل ومشارك طبعا. معنا النهاردة هنشوف فيديو دلوقتي لقصة سأرية من استغاثة من المواطن نادي من قرية الجلاوية في مركز سقلطة محافظة سوهاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي نادي عبد الصادق أحمد حسين جعفري من محافظة سوهاج مركز سقلطة قرية الجلاوية نجا الجعافة. أنا عندي استغاثة أناشد السيد رئيس الجمهورية شخصيا، وأناشد السيد وزير الداخلية، وأناشد السيد النائب العام، وأناشد السيد وزير العدل، وأناشد السيد محافظ سوهاج، وأناشد السيد الوزير مدير أمن سوهاج. ناقشونا أخواننا، إحنا وقعنا في مشكلة طار بيننا وبين أولاد العم. لنا تم أخذ مشكلة الطارق طورت ماتوا فيها خمسة. أنا ليه 8 سنوات محروم من أولادي بسبب الطارق، وأنا قاعد في السعودية مش قادر أنجز أولادي، محروم من أولادي. أنا حضرت مشاكل وشفت مشاكل وغير متهم عشان خاطر الخصم عليهم أحكام ومسكين الرشاشات ليل نهار، مش قادر أنزل أشوف أولادي، محروم لي 8 سنوات. وطلبت استغاثة 5 مرات من السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام والسيد مدير أمن سوهاج. أغسونا أخواننا، أناشد السيد ورئيس الجمهورية شخصية. يا سيادة الرئيس، أنا مواطن مصري، غيثني يا سيادة الرئيس، غيثني يا سيادة رئيس الجمهورية. لي 8 سنوات محروم من أولادي مش قادر أشوفه. ورجعنا تاني لحضراتكم، وعاوزين نعرف دلوقتي من حضراتكم ما هو الحل الشرعي، الحلول الشرعية لعلاج هذه المشكلة، وما هي الحلول العامة من وجهة نظر الأستاذ محمود وفضلت الشيخ الحلول الشرعية. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حدد الله سبحانه وتعالى الحدود الشرعية في القصاص. تمام. من القتل العمد. تمام. أن يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تمام. وفي القتل الخطأ تدفع الدية على العاقلة الورثة. إذا تخطت سلس الدية، يعني القاتل الخطأ يدفع سلس الدية، وإذا زاد عن هذا وقابل أهل القتيل الدية كاملة يشترك العاقلة في دفع الدية. تمام. أبرع على الله. تفضل أستاذ محمود. العلاج عامة، والله هو بالنسبة للعلاج إنه الناس أولا تتجي الله في أنفسها. تمام. ونعم بالله. الإنسان يسامح أخوه المسلم أو أخوه المسيحي.
أما بالنسبة اللي اتكلم عليه فضيلة الشيخ بالنسبة للدية مش موجودة عندنا في الصعيد وما نقدرش نتكلم فيها كلام نهائي. ما حدش بيقبلها نهائي. فيش حاجة عندنا في الصعيد اسمها دية. هو الراجل بيسامح إنه مقابل بياخد الكفن وبيسامح. أنت بتتكلم مظبوط، بس ده بالنسبة للصعيد ما فيش. اللجنة ما تقدرش تتكلم في الكلام ده عندنا نهائي، تبقى كارثة. فإن شاء الله هيقوم طار تاني. فإن شاء الله نتمنى إنه من القضاء المصري النزيه إنه هو يحاول سرعة الحكم، وهي قضية واحدة لو في 3 شهور خد إعدام بالضبط الكل بعد كده هيرتعز ونشوف حل للقضية دي إن شاء الله. بنشكر حضراتكم في نهاية الفقرة وتحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا معنا فقرات البرنامج. شكرا.